وضرب لنا أروع الأمثلة من خلال حياته اليومية وتعاملاته التطبيقية في حياته الزوجية، حيث كان يقدر مشاعر المرأة ولا يسخر منها ولا يستهزئ بها ولا يتنقصها ولا يتنقص أهلها ولا يتنقص قبيلتها وجماعتها، بل يثني عليها ويمدحها. وإذا ذكر أبوها يقولوا نعم أبوك، أخوانها قالوا نعم والله رجال، قبيلتها ما شاء الله. لكن بعض الرجال يتنقص أبو زوجته، يقول إيش أبوك هذا، هذا اللي ما عنده عشاء ليل، وإيش أخوانك ذولا السرابيت اللي ما عندهم شيء، وقبيلتك ذولا. سبحان الله، هل ترضى أنها تقول لك ذا الكلام؟ هل ترضى أنها تسب أبوك وتسب أخوانك وتسب ربعك وجماعتك؟ كيف لا، كيف تريد أن تقبل منك وأنت لا تعطي هذا الجانب؟ ما كان ينبغي ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذه بعض النماذج العملية التي كان يطبقها صلى الله عليه وسلم مع نسائه، لنعرف كيف نحن وكيف كان صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة تقول: كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيتناوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أشرب، فيضع فاه مكان فمي، يدور منين شربتي. طبعا ما كان في أكواب ولا كان في أواني، كان كاسة واحدة يشرب منها للبيت كله، فيرقبها إلين تشرب. إذا وضعت الإناء يوم يشيل الإناء ويدوره إلين يعين مكان فم عائشة ويشرب من مكان فمها صلوات الله وسلامه عليه. وكنت أتعرق العرق، العرق يعني العظم، العظم من الشاة، أتعرق يعني أتعظم أنظف من اللحم. هذا ما عدا موجود ذا الحين، ولا قدام كانوا يتعظمون إلين يأكلون العظم زيت، لكن ذا الحين لا، يلا يأكل طرف اللحمة والباقي يرميه من الجوع من الشبع ومن البطر. تقول: كنت أتعرق العظم ثم أضعه، ما عاد في شيء. يقول: فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه مكان فمي اللي كنت أتعرق العظم. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. شوفوا يا أخواني التواضع، شوفوا عدم الاستعلاء والتكبر، وأيضا عدم التقزز. بعضهم يقول أكل من مكانها، يتقزز من زوجته أو هي تتقزز منه. القضية ليست قضية مادية، وإنما هي أبعد من ذلك، إنها قضية معنوية، في أن الرجل صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه يشرب من الطرف، لكن لا، كونه يدور لمكان فمها، هذه رسالة، رسالة إلى قلبها، رسالة حب، رسالة رحمة، رسالة استئناس، رسالة إني أنت جزء مني، فمي مكان فمك، لا أتقزز منك، لا أشعر بأنك إنسانة غريبة علي. هذه مفاهيمه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يتكئ علي ويضع رأسه في حجري وأنا حائض. والحديث في مسلم. قضية الاتكاء، تتكي الزوجة عليك أو تتكي أنت على الزوجة، هذه فيها جانب نفسي وعاطفي، إنك قريب منها وإنها قريبة منك، خاصة في حالات الحيض. فإن في حالة الحيض المرأة تكون حالتها النفسية تعبانة، وأيضا الحيض هو حالة مرضية، حتى إن الله أعفاها من الصلاة والصوم، وأمرها بقضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة، والصلاة ركن من أركان دينها. لكن لأنها في هذه الحالة تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى الرحمة، تحتاج إلى الأنس، أعفاها الله من الصلاة. ليس لأن يخرج منها شيء نجس، لا، فهو يخرج من المرأة في حالة الطهر ما هو أنجس من الدم، وهو البول والغائط، ومع هذا تصلي، لا، لكن لأن وضعها الصحي في حال الحيض غير سوي، حرارتها ترتفع، الدماء تصب منها نزيف، آلام الطمث والمغص الذي يخرج من المرأة يتعبها، فالإسلام كافأها ورحمها، لا تصلي، وأجرها كامل كأنها صلت. والزوج اللي يربطه بزوجته جانب الجنس فقط، من يوم تيجي الدورة خلاص يقطع علاقته مع المرأة،
ولا أحد حتى يكلمها ولا يأكل معها ولا تطبخ له ولا إيش فيه؟ قال روحي مني هناك، افلعي هناك، بعدي مني هناك. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها، يعني في حضنها وهي حائض. أي عظمة لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث أيضا في البخاري تقول: كان صلى الله عليه وسلم يخرج مع بعض نسائه، وقيل مع عائشة، بالليل. طبعا الليل كما تعرفون الجو فيه معتدل، وهم في المدينة، وربما يكون في النهار صعوبة أنك تخرج، فكان يأخذ زوجته صلى الله عليه وسلم ويخرج بها في الليل في نزهة ليلية، ولم يرى في ذلك بأسا ولا مانع أنك تأخذ زوجتك تخرج بها إلى مكان معين لقراء حاجة أو تتمشى أنت وياها. هذا من التعامل النبوي الكريم الذي كان يتعامله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعماله صلى الله عليه وسلم كان يشارك زوجاته في عمل البيت. أكرم مخلوق، أعظم مخلوق، أجل إنسان على ظهر الأرض، أحب مخلوق إلى الله. شوفوا تواضعه في البيت. تقول عائشة: كان في مهنة أهله، يعني وجدها تغسل يغسل معها، وجدها تكنس يأخذ طرف المكنسة يكنس معها، وجدها تطبخ يطبخ معها، تغسل الصحون يغسل الصحون معها. أي عظمة! لا، الرجل عندنا لا أمير، جالس على الماسة، جيبي اطلعي شيل السفرة طلعي روحي. لا، إذا كانت زوجتك لوحدها فلا مانع من أن تشاركها، إذا كان زوجتك عندها خادمة فلا، لأن بعضهم عنده خادمة يروح المطبخ فيشوف الخادمة. لا، ما يجوز لك، بل بعضهم يتقصد أنه يجي يشوف الطبخ ونيته أنه يشوف المرأة، فهذا حرام ولا يجوز أن يبقى ذلك. بل إذا عندك خادمة فعليك أن تبتعد عنها كثيرا، وأن لا تخلو بها، فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم ويؤدي إلى مفاسد. أيضا إكرام صديقها، صديق زوجتك، يعني صديقتها، مو صديقها من الرجال، يعني صديقتها لها زميلة، إكرام الزميلة إكرام للزوجة. تقول في الحديث في مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قال: أرسلوا بهذا إلى بعض أصدقائي خديجة. شوفوا، خديجة قد ماتت وعاد يكرم أصدقائها إكراما لشخصها رضي الله عنها وأرضها. حديث في مسلم. أيضا المدح والثناء على المرأة، فإن المرأة إنسان تحب أن تثني عليها، خاصة أمام الناس، أمام أقاربك، أمام أقاربها، تقول فلان الله يطول عمرها، الله يحفظها، الله يبارك فيها، نعمة الزوجة، نعمة المرأة الصالحة، نعمة الدينة، نعمة الغاضة لبصرها، نعمة الخادمة لزوجها، نعمة القاضية لحاجته، ما شاء الله طعامها من أحسن طعام، ولو ما هو صدق، بس هذا الكلام يخليها تسوي طعام أحسن طعام. اسمع كان ماذا كان يحصل في السنة، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان يسر إذا اجتمعت بصويحباتها في بيته. تقول عائشة: كانت تأتيني صواحبي فكنا يتغيبنا إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فكان يرسل إلي وإليهن، يعني على مالكم لا تتخشوشون ولا شيء. ليه؟ لأنه يريد أن يؤنسهم لإناس عائشة رضي الله عنها وأرضها. طبعا حديث فضل عائشة هذا في الصحيحين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة وابنتها فاطمة ومريم ابنت عمران وآسيا امرأة فرعون، أربع. فالصحابة يعرفون مكانة عائشة وما ذكرها، قالوا: وعائشة يا رسول الله؟ قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اختلف العلماء في هذا الحديث في فضل عائشة، هل هي أفضل أم خديجة أفضل؟ قال بعضهم هي أفضل. ليش؟
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل عائشة على سائر النساء. طيب خديجة ما هي من النساء؟ بلى من النساء، أجل هي أفضل من خديجة. وبعضهم قالوا لا، خديجة أفضل. ليش؟ قالوا لسابقتها ولرسوخ قدميها في نصرة الإسلام والمسلمين ولمكانتها عند الله، لأنه ما عدد عليها. وبعضهم توسط وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال خديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خديجة نفعت النبي حيث آزرته في بداية الدعوة وأنفقت عليه وكفته مؤونة البيت والأسرة. كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن الأسرة شيئا، لا إنفاق ولا تربية ولا شيء. من اللي يقوم بهذا؟ خديجة. وهو كان متفرغ لماذا؟ للدعوة إلى الله. لكن عائشة كانت أفضل للأمة، فإنها نقلت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. ديننا نصره أخذنا من هذه المرأة المكرمة العظيمة رضي الله عنها وأرضاها. أيضاً لا حرج من أن تعلن حبك لزوجتك، لا تبقى غامض كذا ما تدري. بل بعضهم تقول لزوجته أنت تحبني؟ قال يمكن نشوف نفكر، فيحطمها. المسألة فيها نظر، يقول عادنا نفكر نشوف. يا أخي قول إيه وبأموت عليك، ولو ما أنت صادق، لأن هالكلمة ذي ترى تفتح قلبها. اسمعوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في مسلم، يقول إني رزقت حبها. حب من؟ حب خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طيب بعدين بعد ما توفيت تزوج عليها، تزوج بسودة بنت زمعة، ثم تزوج بعائشة، ثم بسائر النساء. من سار بعد خديجة حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة. جاء عمرو بن العاص قال يا رسول الله، لأن استعمل النبي قائدا لجيش فيه أبو بكر وعمر وعثمان، وعمر من المسلمين اللي أسلموا في الفتح، تأخر إسلامه. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ظن أنه أحب الناس. قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. يقول فسكت، عرفت أني ما بيجي اسمي. أي نعم. يقول فأدرك صلى الله عليه وسلم سؤالي، قال يا عمر إنما استعملتك لعل الله أن يفتح عليك من هذا الخير. قال والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وهذه الكلمة ذي منهج نبوي في التعامل مع الدنيا، لا ترفض الدنيا، فإن الدنيا دين في يد المؤمن، لكن يجب أن تكون دنيا صالحة. نعم المال الصالح، المال الحلال، المال النظيف الذي ما جاءك من رشوة ولا جاء من سرقة ولا جاء من نفاق ولا جاء من ربا ولا جاء من اختلاس، مال نظيف حلال. نعم المال الصالح في يدك وأنت رجل صالح. ليش؟ سوف تنفقه في وجوه الخير، وتستعين به على طاعة الله، تكرم به الضيف، وتعطي تنفق فيه على الأهل، وتخرج منه حق الله، وتعطي الفقراء، وتيسر على المعسر، وتعطي الملهوف. فهذا دين. أيضا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم العدل في النظرة للمرأة. لا تنظر إلى المرأة نظرة يعني تجزئة أو تشطير، أو تنظر إلى المساوئ تخلي المحاسن، لا، انظر لها نظرة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني في مرأة في الدنيا 100% سيئة؟ ما في، كل مرأة فيها خير. يا أخي انظر إلى الخير، لا تنظر إلى الشر، إلا شرين ما يبقى مع هذه الزواج. الشر الأول ترك الصلاة، إذا تركت الصلاة صارت كافرة، ما عاد تصلح لك. الشر الثاني الخيانة، الخيانة الزوجية، كان تكلم رجل أو تطل من شباك على رجل وتقيم علاقة مع رجل حتى ولو بالهاتف، خلاص يجب أن تكون غيورا. والغيرة هي أبرز صفات الرجل، والذي لا غيرة له لا رجولة لديه.